عمل حول موضوع المنافسة، وتم صياغة قواعد استرشادية ساعدت الدول التي ترغب في صمت قوانين في الاستهداء بها. العنصر الثالث، مدى حاجة الأردن لقانون وسياسة منافسة. والحقيقة حصل لي شرف الإسهام في إعداد مشروع قانون المنافسة لسنة 2002، ولمست آنذاك أن لأنه كان في مشروع قانون منع الاحتكار لسنة 1995، ثم مشروع 1998، وكلها مشاريع أجهضت، يعني كان لم يكن هنالك إجماع آنذاك على مدى الحاجة لقانون الأردن. والحال أن وضعية الأسواق الأردنية آنذاك على الأقل وحتى اليوم أيضا تبرر إصدار القانون. أولى هذه العوامل أن الأردن هو اقتصاد مبني بالأساس على الخدمات، وهو اقتصاد حر واقتصاد متفتح، ويعني حتى تصنيفه دوليا في مجال التنافسية تصنيف متميز. هيكلة بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية كانت تتميز إما بوجود حالات احتكار مؤسسات واحدة مثل الإسمنت آنذاك، طبعا مثلا وضع غير ناصر في شركات إسمنت مثل قبل، أيضا في بعض القطاعات الأخرى الهيكلة الاقتصادية تتميز بنموذج احتكار القلة، وكان هناك عديد من الائتلافات المهنية أو الاتفاقيات مثل ما كان آنذاك في قطاع الحديد، في قطاع المركز السياحي، عديد القطاعات حقيقة عند إعداد المشروع كانت فيها ممارسات منافية للمنافس. ثم العنصر الأخير لتبرير هذه الحاجة هو أنه لا توجد آليات بديلة لحماية المستهلك، لا يوجد مثلا قانون حماية المستهلك، قانون الصناعة والتجارة، وأعتقد الآن هو موضع تعديل على مستوى المملكة، يتضمن الحقيقة أحكام بسيطة لحماية المستهلك من التقلبات سواء في مادة الأسعار أو غيرها، خاصة في ظروف الأزمة العالمية. هنا أعطي مثال لتبرير الحاجة لقوانين المنافسة، هذه استطلاع أجري في تونس في إطار دراسة أعددناها السنة الماضية مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة حول السياسات وقوانين المنافسة في تونس، وشملت تقريبا 165 مستطلع من سلم درجات من 1 إلى 5، المجموع كان تقريبا 4.4 أكدوا على أهمية من المستطلعين أهمية وجود قوانين منافسة لدعم مناخ التنافسية في تونس. هذا تقريبا بالنسبة للمحور الأول. نمر للمحور الثاني والمتعلق بأحكام قوانين المنافسة في المنطقة العربية ومدى توافقها مع المعايير الدولية. وهنا أقول أنه إجمالا توجد هنالك بعض القواسم المشتركة عند تحليل القوانين العربية، لأن المجال لا يتسع للإطالة في التفاصيل. هنالك بعض القواسم المشتركة، لكن هنالك بعض نقاط الاختلاف في القوانين العربية. على مستوى المحتوى تقريبا خاصة قوانين المنطقة الشرق الأوسط وحتى الدول المغرب، لأنها عدلت، هي قوانين صيغت في الفترة الأخيرة حديثة، وبالتالي استفادت من تراكم التجربة الحاصلة على المستوى الدولي، وصدرت تقريبا بصياغة طبعا مع مراعاة الخصوص الوطنية لكل دولة، بصياغة تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا، كونها تتضمن أهم الممارسات الموجودة كحذر الاتفاقيات الضارة بالمنافسة، كحذر إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق، وكإيجاد نظام لمراقبة التركز الاقتصادي. أيضا هنالك تقارب حتى في صياغة الأحكام المنافية للمنافسة وفي تعريف بعض المصطلحات إن وجدت في القانون، لأن بعض القوانين من قوانين الشرق عادة تتضمن عديد التعريف، والقوانين المغرب عادة الدول المغرب العربي عادة لا نكثر من التعريف ونترك لفقه القضاء الاجتهاد في معنى تعريف المؤسسة المفاهيم كمفهوم المؤسسة وما إليها. أيضا أغلب القوانين تتضمن النظام لإعفاء بعض الممارسات التي يكون لها نفع عام أو التي يبررها تقدم اقتصادي. كذلك هناك تقارب في نظام العقوبات مع
اختلاف المستويات. هذا بالنسبة للقواسم المشتركة. بالنسبة لنقاط الاختلاف، هناك بعض الاختلافات الهامة. أولاً على مستوى القانون، بعض الدول لديها قوانين منافسة وأسعار مثل ما هو الحال في تونس والمغرب. الدول الثانية لها قوانين منافسة مستقلة عن مادة الأسعار، وهذا لأسباب تاريخية، لأن مثلاً في بالنسبة لنا في تونس قانون المنافسة جاء في إطار تحرير الأسعار وكبديل لقوانين الأسعار التي كان معمولاً بها. حتى بعض الدول مثل موريتانيا، ولو تجربة متطورة جداً، قانون المنافسة مدمج ضمن المجال التجارية. على مستوى مجال تطبيق القوانين هناك بعض التفاوت. هناك قوانين ذات مجال تغطية شامل يشمل كل القطاعات الإنتاجية والتوزيع والخدمات، كل الأنشطة، مثل ما هو الحال في دول المغرب العربي، في الأردن أيضا وسوريا. هناك أيضا بعض القوانين خاصة في منطقة الشرق الأوسط مثل قانون مصر السعودية واليمن وقطر، هذه تستثني المرافق العامة والمؤسسات الحكومية من مجال تطبيق القوانين. طبعا هذه خيارات وطنية. وفي الجانب المؤسسي يعني النقابات وما إليك الجمعيات اللي أشار لها الأستاذ حسين في مداخلته، هذه تدخل ضمن مجال تطبيق القانون. وفي تونس هناك فتح قضاء في عديد الحالات، مجلس المنافسة أقر عقوبات على غرف تجارة أو نقابات مهنية. هناك أيضا تفاوت على مستوى ما يعرف بنظام التسامح والتخفيف من العقوبات في حال وجود مؤسسات تتعاون مع صورة المنافسة للكشف عن الممارسات، لأن تعرف عملية الكشف عن بعض الممارسات وعملية الخواطر عادة تكون صعبة جدا، لكون لا توجد يعني قراءة مادية. عادة الاتفاق مثلا على الأسعار قد يتم حتى في مطعم على عشاء ولا حاجة، وبالتالي الأطراف التي تتعاون مع صورة المنافسة يكون لها نظام تخفيف. والقانون الأردني يقر منذ سنة 2002 مثل هذا النظام، وأيضا نفس الشيء بالنسبة لتونس ومصر والجزائر. ربما الجانب الأكثر اختلافا بين القوانين أو الأكثر فروقاتا هو يخص الجانب المؤسسي، وهذا شيء مفهوم لأنه مرتبط بالنظام القضائي ومرتبط بالتنظيم الإداري للدولة، تنظيم الأجهزة المسؤولة عن المنافسة، توزيع الصلاحيات فيما بينها أو صلاحيات هذه، وكذلك مسألة علاقتها مع الهيئات التنظيمية. بالنسبة توقف قليلا عند أجهزة كم طال لي وقت؟ نعم 5 دقائق. أتوقف قليلا عند يعني مسألة النظام المؤسسي، وأشير إلى أن هناك عديد التجارب. بالنسبة لدول المغرب العربي إجمالا، هناك مديرية عامة تعنى بشؤون المنافسة على مستوى الوزارة المتخصصة. وبالنسبة للبدء في القضايا يعني فصل القضايا، من جانب بالنظر لخصوصية مادة المنافسة كونها مادة قانونية صحيح، لكنها قانونية تعتمد بالأساس على التحليل الاقتصادي، وهناك بعد اقتصادي كبير يتطلب دراسات مثل ما أشار الأستاذ حسين وعبق عليه أحد الأستاذ الطلاب الحضور، يتطلب دراسات اقتصادية للسوق وتحليل، يعني تعتمد حتى النمذجة يعني الجوانب الإحصائية. وبالتالي اعتبارا لهذه الخصوصية أنشئت هيئات خاصة ذات صلاحيات قضائية تسمى مجالس المنافسة، تنتصب كمحكمة للبدء في قضايا المنافسة، تركيبتها نصها قضاة ونصها يعني كفاءات سواء كانت قانونية أو اقتصادية أو حتى رجال أعمال، وعندها صلاحيات قضائية، وفي ذات الوقت عندها صلاحيات استشارية تقريبا ما تغطي الصلاحيات الممنوحة في القانون الأردني للجنة شؤون المنافسة وللمحكمة في ذات الوقت. طبعا بعدين الاستئناف وتمييز قرارات هذه المجالس يتم أمام القضاء العام، سواء كان قضاء عادليا في بعض الدول أو قضاء إداريا مثل ما هو الحال بالنسبة لتونس.